قمة جدول الدوري العام. الأهلي من 7 مباريات العلامة الكاملة 21 نقطة، ما شاء الله ما شاء الله، 7 في 3 يساوي 21. المركز الثاني الاتحاد السكندري من 8 مباريات 17 نقطة، وهو إنجاز عظيم للاتحاد السكندري. المقاولة العرب 16 نقطة من 8 مباريات رائع. الزمالك 13 نقطة من 7 مباريات، لابد أن يتدارك الموقف. سموحة أيضا 13 نقطة ولكن من 8 مباريات. في حالة فوزه غدا يصعد إلى المركز الثالث بالمشاركة مع المقاولون العرب. في حالة فوز الزمالك يصعد مركز واحد ويبقى له مباراة عن المقاولون العرب. إذا ذهبنا إلى آخر جدول الدوري فما زال أسوان يقبع في قاع جدول الدوري العام، 5 نقاط من 7 مباريات، ثم وادي دجلة 6 نقاط من 8 مباريات، ثم الجونة 7 نقاط من 8 مباريات. سريعا جدا نشوف مع بعض حالتين والهدف، ولكن ان شاء الله بالليل هيبقى عندنا مجموعة اكبر من الاهداف. ادوني كيو يا جماعة من فضلكم على الايباد عندي. هنشوف 3 حالات حالا دلوقتي، عايزين تلعبوهم من عندنا لعبوهم معايا. يلا ادي اول حالة، الاهلي في الدقيقة 18، يلا دي كانت هجمة رائعة جدا جدا جدا، وادي متقدم ايمن اشرف وتسديدة رائعة من 33 متر تصطدم بالعرضة وتعود مرة تانية. كان ممكن جدا جدا الكرة دي تحدث الفارق لانها جت في توقيت رائع جدا 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 في الدقيقة 18، لكن هي روعة التسديد ان هو جه من مسافة بعيدة، وفايلر دايما بيدرب المدافعين على هذه التسديدات. اللعيب بيجي يعني ايمن اشرف ده قلب دفاع، شوف وصل لفين، وصل المكان رائع جدا امام منطقة الجزاء وتسديدة رائعة للغاية بيسرع. دي الحالة الاولى اللي عندنا. الحالة التانية اللي عندنا للنادي الاسماعيلي في الدقيقة 69، الدقيقة 69 ايضا هجمة منظمة للنادي الاسماعيلي في المكان الفاضي، اتعملت الكرة حلوة قوي لمحمد الشامي، دخل محمد الشامي من ورا المدافعين ولف جسمه وخدها البرة وحطها روعة روعة، كان ممكن جدا تبقى هدف. تلاحظ هنا الباص جه من خلف المدافعين واتحرك الراجل في المنطقة اللي انا اعمل لكم عليها ظل دي، واتعملت له الحياة متقنة جدا جدا جدا، راح وطلع بيها سنة البرة وقفلها لجوه، لكن عدت من جنب القائم طبعا محمد الشامي. هدف النادي الاهلي في الدقيقة 78، محمد هاني الباك العصري الرائع جدا وصل لغاية خط المرمى تقريبا وعدى واتحطت عرضية روعة روعة روعة. ادي محمد هاني مرة تانية اهو، واتعملت عرضية روعة روعة، جاي منين بقى؟ ادي اهو، ادي وليد سليمان اهو، المنطقة اللي دايما بنتكلم عليها، دول اللعيبة الكبار يلعبوا في الحتة دي، ما تودهمش ابدا على الخطوط، على الخطوط انت بتفقد اللاعب وبتفقد الفريق، لكن لاعب عظيم زي وليد سليمان حطه في المكان الصح يعمل لك كل اللي انت عايزه. قبل كده جاب هاتريك وما شاء الله، وكان نازل بديل في ماتش الجولة كان هاتريك ورائع جدا جدا. النهاردة الحقيقة بينزل وليد سليمان في الدقيقة 67، وبعد 10 دقايق تقريبا من نزوله بيقدر هو يفك الاشتباك. كانت مباراة معقدة جدا 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 بالنسبة طبعا للنادي الاهلي، ولكن كالعادة النادي الاهلي يعني ما تقدرش تقول الماتش هرب منه، لغاية الدقيقة 90 تتوقع ان يحسم الامر النادي الاهلي. هذا هو النادي الاهلي اللي عودنا على كده من سنين طويلة جدا جدا جدا. نروح بقى لمنتخبنا الوطني قبل ما نتكلم عن الاهلي والزمالك. والنهارده الكابتن حسام البدري اجتمع بجهازه الفني والاداري داخل اتحاد الكره، وادى تكليفات جديده خاصه بالجهاز ومتابعه مباريات الدوري خلال المرحله المقبله، وكان له بعض الطلبات من اتحاد الكره، وهذه الطلبات تتمثل في تعديل مواعيد جدول الدوري العام، تعديل في نهايات الدوري العام، امور في هذا الاتجاه، لانه بيبغى انه يعمل معسكرين خارج الاجنده الدوليه بحيث ان هو يقدر يجهز فرقته ويجهز الناس اللي هو عايز يعتمد عليهم. من المؤكد ان عنده الفتره الجايه
يعني صراع جديد. خلينا نكون واضحين، كابتن حسام البدري عنده صراع جديد الفترة الجاية، سواء فيما يتعلق بطبعا قوام الفرقة، شكل الفرقة، من هم المهاجمين الجدد، أداء الفريق بشكل عام، كلها أمور حقيقة الجماهير كلها بتنتظرها، لأنه في النهاية المنتخب الأول هو عنوان الكرة المصرية، منتخب الأول في المحافل الدولية سواء على مستوى أمم إفريقيا أو تصفيات كأس العالم. من المؤكد أنه بيبقى هو ده حلم الملايين، لأن عايز أديكم فكرة سريعة عن التصنيف بتاعنا وموقفنا من تصفيات كأس العالم. احنا النهاردة طلع التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي، صدر التصنيف خلاص، وحجز المنتخب الوطني مكان في المستوى الأول في قرعة قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس، تبدل مكانهم أيا كان اللي كان فاضلهم الخمسة الاستبدال، أدي واحدة. والتانية طالب أيضا المستشار مرتضى منصور أنه لو في لاعب أو اتنين أو كذا هرب، زي مثلا عنده حمدي النقاز، حمدي النقاز هرب خلاص، فالمستشار مرتضى طالب أيضا بأنه يبقى موجود ده استبدال. طيب معانا الكابتن الجميل محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. كابتن محمد مساء الأنوار. مساء الأنوار كابتن، السلام على حضرتك والله، يعني من زمن بصحيك وحشني جدا. أنت كمان وحشني والله يا أبو الكباتن. لا طبعا، ودايما حضرتك متألق يعني إن شاء الله. يا رب يخليك يا كابتن. طيب عايز أبدأ معاك الأول على تقنية الفار. زي ما سمعنا خبرين، خبر من ثلاث أيام أنه اتحاد الكرة صرف النظر عن موضوع الفار لتكلفته العالية، وبعدين سمعنا خبر اخر امبارح ان انتوا خاطبتوا اداره الشباب عشان امور ماليه وقانونيه والكلام ده، فانت ادينا بقى الخبر اليقين. لا ما فيش يعني طبعا نيابه عن يعني اللجنه الخماسيه والاستاذ عمرو الجناني، طبعا رئيس اللجنه، احنا يعني ما ينفعش نتحاسب على اخبار صحفيه، ان احنا على طول طول ما احنا قاعدين على طول بيبقى في اخبار وبنتحاسب عليها. صحيح. الفار احنا استاذ عمرو طلع قال ان احنا الفار ان شاء الله هيبدا من الدور الثاني، احنا بدانا عملنا الاجراءات، يمكن انا يعني مكلف من قبل اللجنه الخماسيه بالفار، ومعايا طبعا استاذ وائل العطار، وعملنا شوط طبعا كبير جدا، وفي حاجات في خطوات تمت حد كتير. لا. احنا وصلنا لغايه الخطوات النهائيه، ولكن بيتبقى في الاخر الاجراءات القانونيه والماليه. احنا قاطعين برضو شوط كبير جدا، ولكن وزاره الشباب والرياضه ده اجراء قانوني، خصوصا ان احنا المفروض المهمه بتاعتنا تنتهي في شهر 7، ففي دايما كناحيه قانونيه بتبقى في فتره ريبه، احنا لسه ما وصلناش للقصاب 6 شهور، فالنواحي الماليه اللي هي طويله الاجل بنبقى احنا محتاجين دايما ان يبقى الوزاره موجوده، وطبعا الجهات المعنيه، عشان تبقى الامور واضحه جدا، ويبقى في الاجراء القانوني اللي خاص بالاجراءات القانونيه، سواء يعني صحتها وبرده الاجراءات الماديه تبقى بشكل محترم يعني. لكن احنا طبعا مع حتى برضو كابتن جمال، وكابتن جمال الغندور موجود، ويعني تقريبا مع الايفاب احنا يعني وصلنا لمرحله الحمد لله يعني مرضيه جدا. يعني اذا احنا في طريقنا لتطبيق ما صرح به عمرو بيك جنايني، ان احنا في طريقنا لادخال الفار. في طريقنا، ولكن يتبقى الموافقات، فالموافقات دي هي دي اللي خلاص اللي بتدي حضرتك الضوء الاخضر. انت بتبتدي تبروسيد او تبتدي تدخل في الاجراءات وفي المراحل النهائيه. طيب واحنا عندنا الفلوس اللي نقدر نمون بيها يا كابتن فاضل؟ طبعا ما انا بقول حضرتك نيابه عن الاستاذ عمرو ان هو ليه علاقه بالناحيه الماديه دي، كل حاجه موجوده الحمد لله متوفره، ويعني بس زي ما بقول لحضرتك هو لازم الموافقات القانونيه تبقى من جانب وزاره الشباب والرياضه، وطبعا في بعض الجهات المعنيه. كويس جدا. طيب فيما يتعلق بمسألة الاستبدال اللي أنا كنت أثرتها من شوية، هل بالفعل هناك نية لدى اتحاد الكورة أنه هو يفتح مسألة الاستبدال للاعبين المصابين إصابات طويلة أو اللاعبين الهاربين من أنديتهم؟ طيب ما أنا قلت حضرتك هي ده المشكلة، إن إحنا يعني حد بيجي يحاسبنا أو يخاطبنا في أمور لم تطرح أصلا، بتبقى حاجات صحفية أو بتبقى استنتاجات. كويس. الامر ده لم يطرح اصلا من الاساس، لم يطرح خالص نهائيا لم يطرح نهائيا تماما. بعدين اي حاجه بقى بعيد عن الموضوع ده، اي امر بيطرح عموما
بيبقى في حضرتك احنا بنقعد على ترابيزه واحده وبنتناقش وبنشوف كل الامور بشفافيه شديده جدا لصالح الكره المصريه فقط. وطبعا اهم حاجه عندنا اللوائح والقوانين والنظم، ان هو ده السيستم اللي بينجح وبيطور الكره المصريه، وده هدفنا او ده وجودنا. يعني وجودنا مفروض علشان تطوير الكره المصريه ونعمل صالح عام دون النظر لاي شخص او اي اعتبار. ممتاز. طيب يعني بشكل شخصي بالنسبه لك انت شخصيا، هل انت مع تعديل بعض اللوائح اللي بدات بها المسابقه ومنها مساله الاستبدال، ولا مع استمرار اللوائح كما بدات في المسابقه؟ لا يا حضرتك، هو دايما ببقى يعني انا عشان بس الوظيفه اللي انا فيها طبعا دلوقتي او المهمه تبقى دايما، حضرتك عارف ان السريه دايما احنا بنقعد بيبقى في احترام طبعا للجنه. طبعا انا بقول رايي على الترابيزه طبعا، ولكن احنا الحمد لله من ساعة ما تولينا المسؤولية يعني احنا بنقعد مع عمرنا الحمد لله، الحمد لله ما شاء الله، يعني ما اختلفنا، بنطلع على طول دايما القرار بيبقى قرار خماسي. فلا يعني حضرتك الكلام ده اصلا لم يطرح، فانا مش شايف ان في دعوة ان انا ناقشه يعني. ده كلام محترم جدا. طيب بالنسبة بقى للمنتخب الاولمبي كابتن فضل، هل كان عرفت ان كابتن شاوي كان طالب مجموعه من المباريات وكذا وكذا، يعني هل تديني فكره عن اتحاد الكوره عندكم واللجنه رؤيتها للمرحله اللي جايه، خصوصا انه خلاص احنا على ابواب الاولمبيات ان شاء الله؟ احنا حضرتك عندنا يمكن عندنا حاجات كتير جدا، بصرف النظر كمان المنتخب الاولمبي هو منتخب شرف الكره المصريه طبعا والشعب المصري، وكابتن شاوي يعني يمكن يعني ده ابويا يعني طبعا، وراجل يعني انا يعني كابتن شوقي، انا بدايتي كانت مع كابتن شوقي دكتور محمد علي الله يرحمه في كل الحاجات، فانا عارف كابتن شوقي كويس جدا. لكن احنا المفروض الاسبوع القادم باذن الله المفروض طبعا المشرف على المنتخب هو دكتور احمد عبد الله، فهو طبعا هو المشرف على المنتخب الاولمبي، فهيبقى في قاعده طبعا مع الجهاز الفني طبعا او كابتن شوقي تحديدا، وهيبقى في قاعده برضه مع كابتن حسام البدري، وهيبقى في قاعده مع دكتور محمود سعد، ان احنا بنقعد على طول مع كل شخص فيه، بيبقى فيه خطه مرسومه عشان نبتدي نمشي عليها. كابتن شوقي بيستعد الى اولمبياد طوكيو، فطبعا دكتور احمد هو الشخص المنوط من قبل مجلس اداره والمكلف بالاشراف. دكتور طبعا احنا عندنا برضه كابتن ربيع ياسين حط برضه الخطه بتاعته، عندنا كابتن حسام البدري الخطه بتاعته، وانا عارف ان حضرتك يعني انا اتبعت حضرتك قبل ما اعمل مداخله ان اتقال ان في